هذا الحين 3 متر ب3 متر، انا اخذته من الحين سطل، اخوتي في البيت ياخذون منه، العمال شبه يومي عندي بالمزرعة يجون خابرين المزرعة، ما تصدقون الانتاج الوفير للوبة، الباذنجان والفلفل واللوبة والبطيخ. طبعا البطيخ يمد زيادة، لكن مثل ذولي يعني، هذا حتى اللوبة هذا لو حطيت له انت عمود يطلع عليه يتسلق، ترى اللوبة متسلق، تقدر تخليه يرقى فوق الى هنا وينزل، وتبدأ تقطف منه وانت واقف، لانه هو متسلق ويجي مداد على الارض، هذا اللوبة الامريكي. وعندك الفلفل بجميع انواعه، تخيل انه يبيعون عليك 50 شتلة ب5 ريال، يعني بلاش، بدل ما تبذر تنجح ما تنجح تاخذ الشتلات من محلات الزراعة، تلقاها دائم متوفرة عندهم بالموسم. وكذلك الباذنجان يجي شتلات، هذا من شهر 2، من شهر 4 ميلادي وحنا نخرف منه، والعمال وقلنا والبيت والجيران، ما تصدقون شيء يفسد من داخل. شوفوا أكثره، شوفوا اللوبة يابس ما لقى أحد يشيله، فازرعوا في مركن أو في يعني ركن من زوايا، في ركن بزاوية، هذا ركن زاوية منزل عندنا، استغلنا هذا الحمضيات، هذه الملوخية، وكان هنا في جرجير وبقدونس بنرجع نزرعهم بوقتهم. هنا كان في طماط لكن أصيب العامل اللي رش النخل مبيد عن الحشرة القشرية، مدة تحريمه 60 يوم، ما غطاها بشراع، هذا نغطيه بشراع وقت الرش.